هذا وقد أعرب سكان طهران عن أملهم في أن تأتي الانتخابات البرلمانية بتغييرات على البلاد. إن مجتمعنا يحتاج إلى الإصلاح، وهو بحاجة إلى النظر في حقوقنا ورعاية الناس وحل المشاكل الاقتصادية من خلال طرح الأفكار والتخطيط والبرامج. كل إنجازات الحكومة في مجال السياسة الخارجية يمكن أن تذهب سدى إذا لم نشهد تقدما وازدهارا في المجال الاقتصادي في عام 2016، ولكن من أجل إحراز الازدهار الاقتصادي تحتاج الحكومة إلى برلمان تعاوني، وفي الانتخابات هذه المرة يحاول المشرفون على الإصلاح والمعتدلون إنشاء برلمان في نفس خط الحكومة.